نبي نتعرف أكثر عن التقنية المستخدمة في هذا اللقاح. تمام. يعني. سلمك الله حق أي فيروس جديد هناك طرق تقليدية المتعارف عليها. نفس اللقاح حق الإنفلونزا والالتهاب الكبدي، لقاحات هذه التقليدية صار لها 50 سنة موجودة متعارف عليها. تمام. نعم. فهناك اللقاحات التقليدية هي اللقاحات المعطلة، بمعنى أن نستخدم في يعني هو بيكون السؤال أنت أي مرض تحاول أنك تقضي عليه؟ نعم. الكورونا، فمعناته لازم أرجع إلى فيروس الكورونا. هل أنا أعطيك فيروس الكورونا؟ طبعا لا، أنا أعطيك فيروس معطل، يعني فيروس ميت. طبعا ليش أنا أعطيك الفيروس؟ هل هذا الفيروس يسبب لك مرض؟ طبعا لا، لأن فيروس ميت. الفيروس يحتاج عشان يتكاثر جسم حي. لكن احنا كنا دائما نتكلم في البدايات اهم وقايه لجسم الانسان ربانيه هي المناعه. نعم. فبادخال هذا الفيروس الميت الى جسم الانسان المفروض جسمك يكون مناعه اللي احنا كنا نسميها اكثر من مره اللي هو الاجسام المضاده. هذه الاجسام المضاده مهمه جدا، لو تعرضت لفيروس او من المريض انت خلاص عندك الاجسام المضاده. يعني احنا ايش كنا تكلمنا عن البلازما وليش تكلمنا على هذا النوع من العلاجات اللي غير عن اللقاحات؟ لان هي تعطيك المناعه الكافيه. وعلى فكره اللقاح عشان يشتغل ترى ما يشتغل من خلال ساعه او من خلال يوم او يومين، احنا نتكلم بعدين حق العوارض، يشتغل عقب اسبوعين. الجسم انسان يحتاج اسبوعين، تخيل كانه يعني ماكينه تحتاج اسبوعين تتعرف، يعني جسم قريب داخل جسم انسان مو بعارف اي نوع من هالجسم القريب، ليه ما يكون لك المضادات الخاصه اللي تقي الانسان من المرض المعين. وبالتالي هي هذه اللقاحات التقليديه الامنه المعروفه. اللقاحات الثانيه اللي لم تجرب على الانسان واللي صار فيها لغط كبير هي اللقاحات المهندسه الوراثيه. هذا علم موجود من سنين لكن لم يطبق على على على, على البشر بحكم ان هي تجربه جديده. نعم. وبحكم ان هناك يعني بعض الدراسات الناقصه على فاعليتها، فيعني لم يتسنى للباحثين ان يجربون على البشر. فيوم فيروس الكورونا اللقاحات المهندسه الوراثيه تكون اسرع، يعني طريقه استحداثها اسرع، اغلى، اكثر تعقيدا لكنها اسرع. وبالتالي العالم كله، أنت عندك وباء، يعني إحنا دائما نشبه وباء الكورونا بالإنفلونزا الإسبانية 1918، يعني ما أتوقع في القرن الحديث مر علينا وباء نفس الكورونا. أعداد كبيرة انصابت بالملايين، طفنا 25 مليون، أعداد كبيرة من الوفيات لقد الله، يعني صارت أكثر من 900 ألف، وصلنا إلى اليوم. فأنت كجهات عالمية علمية بعيدا على نظريه المؤامرات، انا ما يهمني اذا كانت مؤامره ولا لا، عندي واقع حقيقي هو كورونا وليس تمثيليه، فانا احتاج ان يكون عندي لقاح. فالشركات تجتهد، فهناك من يشتغل على اللقاحات التقليديه الامنه تاخذ فتره اطول، وهناك من يشتغل على اللقاحات الجديده الغير معروفه الغير مجربه. وبالتالي اول لقاح يصدر بيكون محترف عليه. الى الان لم يتم اعتراف أي لقاح، وإن شاء الله شهر أكتوبر 7 أو 5 من أكتوبر من هذه السنة سوف تعلن النتائج على أي لقاح إن شاء الله بيكون المعلن عنه. جميل. دكتور يعني